شفت على فرصة هالجول؟ لو بيعرف يلعب ما كان روح هالفرصة على حاله. ايه مزبوط. باريش باريش الو اخي حيان، انا بالحارة هلا، باريش هون، الاحسن تجيب اسرع وقت. بحياتي ما توقعت اني اجي لهون. سنين وانا امرق من جنب المقبرة، بس بحياتي ما خطر ببالي اني رح فوت واقعد جنب قبرك واحكي معك. ايه واي، هلا صرت من الناس اللي بتحكي مع حجارة المقابر مثل ما لك شايف. جيت لعندك. لحتى قلك الكلام اللي ما قدرت قلك ياه وانت عايش، جيت هلا لحتى قلك ياه وانت ميت، شايف السخافة؟ بس انت هلا ما فيك تقول شي، ما فيك تصرخ، وما فيك تحكي، ما عاد فيك تعمل شي. كنت بعرف انه ما رح تتركني بحالي. وجودك مختلف وغيابك مختلف. لما بكون منيح ورايق ما بيكون لك وجود، ميت مالك موجود. بس بكل مرة بوقع فيها بلاقيك واقف قدامي وبطريقي. كل ما بقول لحالي خلاص، وانه كل شي صار راح وانتهى، وانه رح نعيش بسعادة وكل شي رح يصير افضل، كل ما بقول رح نأسس عيلة جديدة وانه آلام الماضي خلاص رح تروح وما عاد توجعنا، بلاقي انه ما عم يمشي الحال. انت بتضل موجود. أنا قضيت عمري وأنا عم حاول إني ما أشبهك. كل شي عملته بالحياة عملته بس مشان ما أكون بشبهك. قلت لحالي بدي أركض ورا أحلامي. قلت ما رح أكون مثلك. أنا عهدت حالي إني إذا حبيت وحدة ما عاملها مثل ما أنت عملت أمي. ما عايش الشي اللي أنت عيشته ياه. وحبيت وحدة حبيتها كتير. بس اطلع على حالتي، حاسس حالي مخنوق كثير، تعبت، ما عم بقدر احكي مع حدا، ولا عم بقدر اشرح شيء، ولا عم بقدر اقول شيء. يا ريتك جنبي هلا. تعال عندي بابا، وقف جنبي لو مره واحده ودلني على الطريق. بس قل لي انه انا ما بشبهك. خير، لازمك شي جيداء خانم؟ لا، عم شم شوية هوا بس. الهوى هون أظرف من تحت، بما أنه كل الأحاديث السرية بتصير هون. يعني هيك بتوقع؟ يعني الواحد ما بيقدر ياخد راحته بالحكي تحت، وبالمطبخ كمان واحد فايت واحد طالع. على الأغلب هذا أضمن مكان، مو مزبوط؟ يعني ما ضل شي مخبى بوكالة إيجو. فعلاً ما في شي مخبى، كل الأمور مفضوحة. أنا من وقت ما جيت على الوكالة عم راقب الكل من تحت لتحت. بتعرفي أنا بنظرة واحدة بقدر أفهم الإنسان، فوراً بعطي علامة. بس أنتي مو هيك، مو كتير تظهري حالك يعني. جيداء خانم، أنتي بدك شي مني؟ يعني إذا بدك شي فيني أعمله فوراً. للحقيقة بدي. احكي لي لشوف شو صار بالضبط بينك وبين جاهدة. باريش. اهلا وسهلا حيان، شو اخبارك؟ كنا عم نحكي انا وابوك وعم نقول قديش منحب بعض انا وياه. شايف رجعنا اجتمعنا. هاي اخي كمان اجا، اكتمل النصاب. اخي امشي خلينا نروح، لا تخلي امك تشوفك بهالحاله، والله بتقطع قلبك. لك اخي ليش امك ما ضلت سنين عم تشوف ابوك بهالحاله؟
أنا غلطان يعني؟ نحن مو تربية أبونا؟ ولا لنكون ربينا بعيلة تانية؟ أنت شو عم تجرب تعمل فهمني ها؟ عم حاول لاقي حل، بعرفك بارش هواس، الصور الأخيرة لبارش هواس أكيد رح تفاجئكم كتير. تمام نزل لتحت. بطل مسلسل حكاية خيال، عفواً البطل السابق بصور تثير الدهشة، النجم السابق. تمام خلصنا بقى أصحى، شو صار لك؟ لك شو يعني خلصنا؟ هذا أنا حاولت كون واحد تاني بس ما مشي الحال، بس خلص من اليوم ورايح تغير الوضع، عم تفهم علي؟ الوضع كله تغير. بارش بارش، وبعدها أنا رحت لعن جاهدة خانم وشرحت لها عن الخطر يلي ناطره، بس هيك. يعني منعتيها تشتغل مع إيجو؟ لا، يلي صار أني منعت كاتب يتعرض للظلم، منعت حدا يخدعه ويستغبيه، هذا اللي صار وبس. يعني منعتيها تشتغل معنا؟ يعني إذا بدنا نشوف الموضوع من وجهة نظر حضرتك فينا نقول هيك شيء. شو يعني وجهة نظر حضرتك؟ هي كانت رح تشتغل بإيجو وأنت تدخلتي قلتي لها لا تشتغلي، وجاهد اقتنعت وغيرت رأيها. ايه غيرت لها رأيها. تمام أنا بقنعها. ما فهمت. أنا رح أقنعها. ايه بس جيداء خانم، بظن جاهدة خانم مستحيل تشتغل بهالشروط هاي. حياتي أنا إلي ألف سنة عم بشتغل هالشغل، عم تفهمي؟ أنا بتحاور وبقنع، بقدم عرض وبسحب عرض، يمكن ما أكون اشتغلت بوكالة من قبل بس قضيت عمري هيك، أنا بحلها. بس هذا ما رح يفيد بشي. بفيد، دائما بفيد. آه صحيح، جولبان وإيرن بيشتغلوا معك ما هيك؟ ايه أنا عم أهتم بأموره. تمام بعتيلي أرقامهم من هلأ ورايح أنا بهتم فيهم. ما فهمت؟ شو بك كأنه مخك سميك شوي؟ كل شوي ما فهمت ما فهمت. عن جد سرحان غريب كتير، كيف بيأمن وحدة ما عندها تجربة مثلك على أسمين كبار مثل هدول؟ بعتيلي أرقامهم ناطرتك. آه ولا تضلي هون، شوفي الجو بارد وانتي ما بتفهمي، فإذا ضليتي هون بيسبقك الهواء وبتكمل معك. بدي تاخدهم مني؟ بارش السيارة من هاي الجهة لوين رايح؟ بدي روح بسيارتي. أنا حكي فاضي، هات المفتاح لهون. حيان هات عطيني المفتاح. ما في روح على مكان. شو عم تعمل انت هلا؟ طيب ماشي خلص بروح بتاكسي. روح ما بتاكسي. فيك تروح لأنه جزدانك معي. ليك حيان انت كتير جاوزت حدودك، عطيني غراضي احسن لك، هاتوا لهون. تعال خدهم يلا ليكن. انت ولد صغير يعني؟ ليش عم تعمل؟ هاتوا لهون. لك عم قلك هاتوا حيان. شو عطيني اياهم؟ تخليني اعصب. عم قلك تعرف من لما كنت صغير وانت هيك كنت دائما تحاول تاخذ الطابه مني بس ما كنت تقدر، بس على الاقل وقتها كنت تحاول. يبدو انت عن جد نجمك انطفى يا بارش، انت تنازلت عن كل شيء اخي، حتى بطلت تحاول، نسيت كل شيء، نسيت حالك ونسيت حبايبك. ما توقعت اني اقول لك هذا الحكي بحياتي، بس بابا ربح عليك، بابا اللي ربح. حاجة تستفزني، انت شو بدك مني ولا؟ شو بدك مني؟ لك مين اللي عم يستفزك اصلا؟ انت اللي عم تستفزنا كلياتنا، مالك مستوعب الشيء اللي عم تعمله فينا؟ انا وامك ودجلة، مالك شايف شلون عم تزعلنا كل الوقت؟ لا تدخل دجلة بالقصة، شو دخل دجلة بالموضوع؟ معناتا بدك توقف على رجليك، وما لازم توقع، وإذا ما قدرت ترجع توقف على رجليك، شو بده يصير إذا ما وقفت؟ رح تخسرها لدجلة، ورح تخسر حالك، حياتك، مستقبلك، آمالك، رح تخسر كل شيء، عم تفهم شو عم أقول لك ولا لا؟ عم تسمعني؟ رح تخسر كل شيء بارش، فهمت؟ أنا ما رح أخسر شيء، ما رح أخسر حدا، عم تسمعني؟ أنا ما رح أخسر حدا، ما رح أخسر حدا. شو عم تعملي؟ أيمن عم أبعت إيميل لجيداء خانم، ملفات جولبان خانم وإيرم ديرجي. ليش بقى؟ قال هي بدها تهتم فيهم. شو هالحكي هاد؟ شو بيعرفني؟ قال بدها أرقامهم وملفاتهم، عم ببعت لياهم. لك هاي المرة شو عقلها؟ ومعقولة هالمخلوقة؟ دجلة؟ ناطرة الإيميل وينه لهلأ؟ لكني عم أبعته جيداء خانم. أنت كمان يا روحي زبطي لي حالك شوي، شو هاي الفيونكا اللي براسك؟ شو بنت صغيرة؟ وما بدي قمصان ملونة هيك تمام؟ مثل سوق الجمعة. هالحكي إلك كمان، ومن هلأ ورايح بدي أشكالكن تكون لائقة بوكالة إيجو تمام؟ تبقوا البس اللي بتحبوه لما تشوفوا أصحابكن على الفطور بيوم العطلة. أنا مستحيل ألبس هيك لبس ليسا. الإيميل؟ ليكن بعد. حلو.
أنا من أول ما فقت حسيت إنه هاليوم حيكون يوم أسود. شبه شكلي؟ ما في شي. ليش؟ أنا شبه شكلي كمان. عن جد أنا مثل الأطفال. لا تزعلي يا روحي. قولك خلصت بقى برش، بكفي بقى، زعلت وانقهرت، بكفي يا ابني. شو عم تعمل بحالك؟ زوق على دمك. قولك حل عني بقى. كلكم بتعطوني نصايح، ما حدا منكم بتركني بحالي. لك أنا اختنقت، عن جد اختنقت، اتركوني بحالي بقى مشان الله. نحن عم نركض وراك لأنه منحبك يا ولد. شو بدنا فيك لو ما منحبك؟ البنت مقهورة كتير وبالها مشغول، بتطلع فيني وبتقلي شو بدي أعمل. أنا بتطلع فيها وما بقدر أقول شي. لو شفت حالتها كان مستحيل تسخى فيها. مو على أساس هي حب حياتك؟ ها؟ وهيك كنت تقول إلي الإنسان ممكن يعمل هيك بحب حياته؟ ظابطة برأيك؟ يا ريت لو كان في عندي حدا بيحبني هيك، بيتصل، بيشتاق. ولك أنت ما بتعرف قيمتها، لازم تعرف قيمتها وإلا رح تندم. ما بدي إياها تشوفني وأنا بهالوضع، ما بدي إياها تشوفني مهزوم ضعيف وخسران. هي ما حبت هيك زلمة. الزلمة اللي حبته كان واحد مختلف. لا تضحك على حالك، هي كانت تعرفك شو أنت. هاي البنت بتحبك بكل حالاتك شو ما كنت تكون. بعدين أنت شو قلت لها؟ مو أنت قلت لها إنه بدها تتحملك؟ فهي عرفانة شو في قدامها. بس بتعرف بصراحة أنت فاجأتني. شو؟ شو البوكس اللي ضربتني؟ لا وجعتني ولا شيء. يعني هلا هذا اللي طلع معك؟ عن جد مو طبيعي تفكيرك، شو سخيف انت. لا شو بدك يعني اقول لك؟ يعني اذا ما كنت بتعرف تضرب شقفه بوكس لا تضرب، لا تضرب ابدا احسن لك. بعدين لو كان بابا هون هلا كنا اكلناها انا وياك، ولي شو كان عمل. اي والله يا اخي. مرحبا. شش كوكوش خلص عيب. أهلا وسهلا. أنا عم بتعرف على الكل واحد واحد، قلت بجي بسلم عليكي. كيفك؟ كيف الشغل؟ كله رواق؟ في شي مشاكل؟ لا يعني ما في مشكلة. إيه؟ هلأ خطرت ببالي، اجيتي بالوقت المناسب. شغلة بتعطي إحساس محزن إذا حدا بيقلك إنه أنت وقعت وهي من خمس أحرف. ما عرفت والله. مشكلة كبيرة. معناتها أنا كمان رح أقلك، إبرة بتاخديها وقت الحاجة وبتعطي نتيجة رائعة من ست حروف. كتير سهلة. بوتوكس. في عندي دكتور رائع، ببعت لك رقمه، جربيه ما بتندمي. على القليلة بيمنع هالمنظر، يعني هالعبسة اللي على وشك على طول. بس يمكن انتي هاد ستايلك. فزاعة الوكالة، صدقيني رح يفيدك وبتشوفي. رح أبعت لك الرقم لا تاكلي هم. يا ريتك فشيت خلقك مزبوط، لاني ما رح اعطيك هالفرصه مره تانية. فشيته ومشي الحال.
لك كم سنة صار لما تضاربنا أنا وياك؟ والله ما بعرف، يمكن صاروا شي 5 سنين أو أكتر. أنت هلأ انتقمت للماضي تبعك مني ما هيك؟ لا بالله جه أنت على طول كنت تقلي تعال نتخانق، وبكل مرة كنت تخسر، وكل ما تخسر يصير بدك تلعب أكتر، وبعدها تجي ماما وتعصب علي. بارش، ماما كتير زعلانة، بعرف إنه أنت معصب منها، بس بتضل أمنا. كم مرة دافعت عنا قدام أبوك؟ بعدين أنت أخذ موهبة التمثيل تبعك من أمك، يعني لو ما مثلت على أبوك أفلام طويلة ما كنا وصلنا لهون هلأ. يلا قوم خلينا نروح. يلا. ليك وين المفتاح؟ خلصنا باريش. عن جد مو معك؟ ألو قنقول بيك؟ جلال انتو شو عم تعملوا؟ نسيت شو قلت لها؟ ما قلت لك كسر الفلاشة ورميها؟ ايه أنا كسرتها أصلاً ورميتها بالزبالة. إذا كسرتها ورميتها شو هذي اللي نزل على الإنترنت؟ لكان مفكر حالك عم تلعب علي يعني؟ كيف يعني؟ مستحيل. كيف يعني مستحيل؟ نزلوها على النت، حاول شينا بيرجعوا بينزلوها. أنا هلأ عم اتفرج عليها، شو يعني مستحيل؟ قنقول بيك مستحيل تكون طلعت من عنا، مستحيل، مو معقول هاد الحكي أبداً. جلال أنا بعت لك نسخة العمل، أصلاً نحن 6 أشخاص اللي شفناها هي نسختهم. قنقول بيك مستحيل تكون طلعت من عنا، لا مو معقول، لا لا أبداً. والله يا جلال الشغل شيء والصداقة شيء تاني، لا تأخذني بس هذا الموضوع ما رح ينتهي على خير. القصة قصة إهمال وعدم مهنية، بس نحن رح يكون في بيناتنا دعوة يكون بعلمك، حبيت قلك مشان ما تقول ليش هيك صار. ما عم ترد، انتو متأكدين ما حدا تاني غيرنا فات على غرفة الاجتماعات؟ بس جيدة خانم فاتت يا جلال بيك. ايه وغيرها؟ ما بعرف مين. جلال بيك انت بعد ما كسرت الفلاشة شو عملت فيها؟ كبيتها بالزبال. بركي حدا اجا اخدها وصلحها وشغلها؟ ايمن مين بده ياخدها ويشغلها؟ بعدين فلاشة مكسورة كيف بدها تشتغل يعني؟ بركي مو مكسورة شو بيعرفني؟ هيك رأيي؟ رايح شوف الزبالة. مو موجودة. عمو بكر انت فضلت الزبالة اللي بغرفة الاجتماعات؟ ايه شو صار؟ ايه وين رحت فيها؟ رميتها بالزبالة برا. اي زبالة؟ بالحاوية. بالحاوية؟ انا رايح جيبي لي جاكيتي والحقيني. يلا يلا رح جيبه على السريع. استني لحقتك. شو هاد؟ شو هاد؟ أيمان شو عم تعمل؟ شو صار لك؟ وانت شو دخلك؟ لا تكون حاويتي اللي خلفوك. لك يقطع عمركم، شو هالكراكيب كلها؟ أيمن شو عم تعمل؟ جنيت يعني؟ هلا أنا بدي أخذ إذن منكم واحد واحد يعني؟ نقلع من هون يلا. أنت أكيد جنيت. روح على شغلك. شو هالقرف؟ شو هاد كمان؟ آه حبيتها. على فكرة أنا هلأ صرت مقتنع أنه أنتوا عم تعملوا هذا الشيء قصداً. ليش هيك عم تحكي معنا سرحان؟ قلتوا لحالكم منيح كتير، الأمور ممتازة، يلا خلونا نخرب كل شيء. بصراحة ما عم لاقي ولا تفسير تاني. سرحان فيك تقولي اللي بدك إياه، بس عن جد نحن ما عملنا هذا الشيء، يعني مو نحن المسؤولين لتكون بالصورة. آه. وأنا شو بيعرفني؟ أو بالأحرى أنا ليش لحتى صدقكم يعني؟ لأنه نحن عم نقول الحقيقة. دجلة ما ضل شيء اسمه حقيقة، كل الأمور اختلطت وراح الصالح مع الطالح، ما عاد أعرف مين عم يقول الصدق ومين عم يكذب. ليش هيك عم يحكي وليش هيك عم يعمل؟ طيب نحن ليش لحتى نعمل هيك؟ يعني أنا ليش لحتى حط مسلسل لممثلة عندي على النت؟ ممكن تقلي؟ أنا ما بفهم هالحكي، بدكم تقلولي مين الشخص يلي نزل الفيديو على النت هيك وبس؟ سرحان نحن ما عملنا هيك، شو مصلحتنا؟ لا تكون واثق لهي الدرجة، دور على اللي نزل ولاقيه ماشي؟ أنا بدي منكم شغلتين، واحد قنقول بيك ما يرفع دعوة، 2
لاقوا الشخص يلي نزل الفيديو على النت. تفضل. يا شباب، سمعتكم عم تحكوا عن فلاشة انه مضيعينها، لتكون هي هي؟ وين لقيتيها هي؟ لقيتها، كانت كوكوش عم بتعضى، انا وكوكوش خجلانين كثير منكم. معقولة تعملي هيك يا كوكوش؟ يلا قومي قومي بسرعة بالإذن. إن شاء الله تكون لساتها شغالة. شكرا كوكوش، شكرا. أيمن، أنت قول كل الأدعية اللي بتعرفها. تمام. لنشوف إذا رح تشتغل ولا لا، لنشوف إذا بيمشي الحال. يا رب. ها، اشتغلت. عن جد؟ مشي الحال. يا سلام. تمام. إيه والله، أنا شلون كان رايح عن بالي إنه في إلها كلمة سر، وهي الكلمة ما حدا معه إياها غيري أنا، شو صار؟ بركي في هاكرز مخترقيننا. أيمن، شو شايفنا مركز العالم؟ شو بده يعمل الهاكرز بمسلسل رومانسي؟ مزبوط والله. للحقيقة إذا بدنا منقدر. كيف يعني منقدر؟ يعني إذا بدنا منقدر نعرف مين اللي نزل الفيديو على الموقع، مو صعب بنوب. بس دقيقة راجعة، بعد لي أيمن، ما بطول. أنا كمان رايح. إيه روح روح شوف. إيه. دجلة دجلة، لوين رايحة؟ أيوة أنت استناني هون. فاضي شوي؟ بدي أطلب مساعدتك بموضوع مهم. تفضلي. تتذكر لما كانت عم تجيني إيميلات تهديد؟ رجعت تجيكي؟ لا لا مو هيك القصة. أنت بوقتها كيف قدرت تعرف مصدره للإيميل؟ أنا هلأ بحاجة لشخص بيفهم بهي القصص. دجلة لا تلفي وتدوري، شوفي العمل تبع ممثلة جلال بيك دفنة كايلر ما توافق. قام جلال بيك كسر الفلاشة اللي عليها العمل وكبب زبالة، بس ما منعرف كيف تسرب العمل وصار عالنت. شفته إيه؟ لهيك عم نحاول نعرف مين وراء هالعملة. راح أبعت لك رقم اسمه أوزان، ليلو انك من طرفي وهو بيساعدك. ماشي شكرا. تمام يا روحي، بشوفك. بوسات، باي. كيف الوضع؟ اوه، واضح انك استقريتي. في كم شغلة ناقصة لسه، خلال كم يوم بزبطهم، رح جيب كنبايات كمان. بس بالنهاية الأمور ممتازة، هلأ حكيت مع جولبان، رح شوفها المساء، واتصلت بجاهدة كمان ورح شوفها، يعني كله رح ينحل، مشكلة ورا الثانية، أنت لا تاكلها. جيداء، أنا برأيي ما تفوتي بقصة جاهدة، لأنه مصممة كثير وما رح تتراجع. سرحان، أنت ما بتعرفني يعني؟ أنا بعرف كيف أقلب لراسة وغير لرأيها، إلا عندي عروض ما بتحلم فيها بحياتها. أول شي رح أبدأ بما رح غير ولا كلمة بالرواية، وبس خلص كلامي ما رح يضل بين إيدي من كل مدينة الغربان غير المدينة، وهي ما رح تحس ولا رح تدرى، وبس تشوف الفيلم رح تقول شو هاد؟ جد. هلأ أنت لا تأكل هم، اترك هالموضوع علي. إيه تمام، معناتها ناطر خبر. يعطيك العافية. شكرا. شو؟ جلال بيك لقينا؟ مين؟ مين اللي عمل هيك؟ قولولي. ما عرفنا مين بالضبط، بس الفيديو تنزل من هذا العنوان جلال بيك. تفضل. ممتاز، روحوا على هالعنوان فورا، خلونا نعرف مين سوا هيك. إيه تمام. خير شبك؟ شو في جلال بيك؟ أنا وأيمن رح نروح فوراً على هذا العنوان. إيه منروح، بس هذا عنوان بيت دفنة. أوكي خلونا نبدأ. صحيح بدهم كلمة مرور. إيه بعتولي إياها. لحظة، على مهلك، هي إشارة إلي، نسيت كلمة الحظ. دفنا أنا هلأ برجع. جيداء خانهم، للحقيقة هون في وضع مختلف شوي. المحطة أخذت المسلسل بشكل نهائي، كان في عندهم خيارين واختاروا المسلسل الثاني، هذا هو كل الموضوع. وليش ما عم تقول هالحكي لدفنا؟ لأنه هي الأمور ما بتنقال للممثلين عادة.
أكيد نسخته، ما في أي تفسير تاني، نسخته وبعدها حطته على النت، واضحة. لا مستحيل جلال بيك، ما رح تتجرأ وتعمل هيك حركة. مستحيل تعملها جلال بيك. طيب إذا ما عملتها كيف تحمل؟ لحاله نزل يعني؟ مزبوط والله. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ تمام أنا رح أهتم بالموضوع، أنتوا فيكم تروحوا، شكرا تمام. طيب ماشي. ماشي. يلا أمشي. عن جد ما عم صدق، كيف بتقدر تعمل هيك شيء؟ حدا بيقدر يتوقع شو ممكن يخطر ببال الممثلين؟ ما فكرت بالعواقب، هلا جونجول بيك بده يرفع دعوة، هي شو بدها تعمل؟ أكيد هي ما فكرت بالعواقب، عملت هيك بلحظة غضب بدون وعي، وبعدين ندمت. هي عملت إعلان لحالها وبكل بساطة. تولين أنت ما عم تسمعينا شو عم نحكي قدامك؟ لك المسلسل توقف، اختاروا المسلسل الثاني. هي الأمور ما بينحزر عليها أيمن. لو تقرا التعليقات اللي عم شوفها قدامي هلا، لك تخيل الحلقه ما صار لها ساعه مرفوعه على النت صار في 3 مليون مشاهده. معقول 3 مليون؟ 3 مليون؟ رح اقرا لكم التعليقات. هاتي لنشوف. هذا افضل اداء لدفنا كايلار. يا شباب ممكن يكون في دور ناجح لهي الدرجه، هذا المسلسل رائع. نحن جنود دفنا كايلار، يا ريت لو دفنا تمثل بكل المسلسلات. المراه الرائعه دفنا، دفنا كائن بشري ولا ملاك؟ بس والله اداءها كان رائع. ايه والله اشتغلت حلو، ما فينا نقول شيء ثاني. لميس امتى رح ترجعي؟ ما بعرف. لا لا تقولي ما بعرف لميس. طيب اذا هيك معناتها قليلي وين انتي؟ سرحان انا اصلا هلا كتير متوترة لو سمحت. تمام تمام طولي بالك انا بجي. انا حكيت مع خديجة خانو. ما عاد في حدا بيقدر ينشر الخبر، ما حدا بيقدر. حكيت مع اريش كمان بس لهلا ما قدرنا نعرف مين يلي سرب الخبر. برأيي كل هالقصة اريش اللي وراها. لا لا صدقيني مو اريش. انت متأكد؟ انا متأكد متأكد لميس. بالمناسبة في شيء بدي أحكيه معك، شيء جديد بخصوص الوكالة. مو هلأ بعدين، خليني روق شوي ورتب أفكاري وبعدها منحكي. تمام بس تروقي منحكي أنا وياكي. طيب إمتى رح ترجعي؟ بس قليلي إمتى على قليلة خليني إجي جيبك. لا تجي، بدي ضل لحالي شوي سرحان. بس روق شوي أنا بتصل فيك لو سمحت، لا تضغط علي. تمام تمام ما رح أضغط عليك، بس انتبه على حالك ماشي؟ فوت. لا ما رح فوت أنا دفنة، ما رح فوت. أنا ناطر منك توضيح للي صاروا بس. أنت كيف بتعملي هيك شيء؟ كيف بتعملي هيك حركة بدون ما تفكري بالنتائج؟ أنت فكرتي شو رح يصير فيك إذا عملتيها؟ جونجول بيك بيقولوا ابن الحلال عن ذكره بيبان. إيه هو جنبي هلأ؟ طبعاً 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 فيك تحاكي، تفضل. شوف بده إياك، احكي معه. جونجول بيك سلام مرحبا كيفك؟ جلال سلام، حاولت اتصل فيك بس ما قدرت إني أوصل لك. ألف مبروك. المحطة قررت تعرض مسلسل في ظلال الماضي. كيف يعني؟ إمتى هالحكي؟ والله الأمور صارت بسرعة كبيرة، التعليقات على النت رائعة، المشاهدين طاير عقلهم، قايمة الأيام هون، تليفونات وإيميلات. قلنا وللمحطة مشان هيك رح نأجل باقي الأعمال شوي ورح نبدأ بظلال الماضي فورا. عم تسمع؟ منيح، ألف مبروك. سلامي لدفنا لك. بالأول عصبت كتير بس وين كنا وين صرنا؟ أخذنا إجابة ما كنا متوقعينها من المشاهدين أبداً، معناها المسلسل رح يضرب. والله أنا تفاجأت كتير. إيه ونحن كمان تفاجأنا كتير والله. أنا هلأ رايح على المحطة، طلبوا اجتماع، أول ما بطلع رح أتصل فيكم فوراً مشان نحدد موعد. تمام تمام مع السلامة جونجول بي، نشوفك بخير. الله معك أهلي. إيه ما بدك تبارك لممثلتك؟ مبروك يا دفنة، عن جد بدي هنيكي من قلبي وبتمنى لك النجاح، وبدي منك تلاقي مدير أعمال جديد ضمن الظروف الجديدة. ماشي؟ بتمنى لك التوفيق بحياتك. جلال شو صار لك؟ جلال أهلين حيان، كيفك؟ دجلي أنت بالوكالة؟ إيه بالوكالة، شو الأخبار؟ طمني. مش الحال، لقيت برش وحكيت معه. وينه هلأ؟ جنبك؟ هو منيح؟ لا لا مالنا مع بعض هلأ، بس أنا رح خبرك وين بتقدري تلاقيه. بس لا تتصل فيه،
ولا تخبري انك رايحه، لانه يمكن ما تلاقي بالمكان اللي تركته فيه. تمام، انت قل لي وين بارش، قل لي وينه وما عليك. جلال، جلال الله يخليك، لك ممكن تستنى شوي؟ جلال الله يخليك، لا تعمل هيك، وقف وقف وقف. دفنا، انت بتعرفي انه هذا الشيء اللي عملتيه كان ممكن يحط ايجو بموقف صعب كتير؟ بعرف، وانا بعتذر كتير. الحركه اللي عملتها ما انا مهنيه ابدا، بس يعني لما سمعت انك كذبت علي انزعجت كتير وخاب املي وعصبت منك لاني سمعتك انك كذبت، وبعرف انك كذبت علي لما قلت لي انه الشغل كان اكيد. ايه انا كذبت عليكي، بس انا كذبت عليكي مشان ما تزعلي، والا ليش لحتى اخبي عنك هيك شيء؟ يعني حتى لو بدي ازعل قلي هيك امور ولا تخبيه علي، لانه واضح انه لازم اقبل هيك امور واتعود عليها، وبعترف اني انا غلطت معك، بعترف وبعتذر منك كثير، معك حق، بس اطلع على الموضوع من الناحيه الايجابيه لو سمحت. شغلنا مشي حاله، شغلنا مشي حاله، شغلنا مشي حاله، رح يتصور، رح يتصور ورح يتابع التصوير، مشي حال المسلسل، مشي حال المسلسل، رح يكمل تصوير. انت ملاحظة قديشك انسانة محظوظة؟ ملاحظة، ايه ملاحظة، انت طويل كتير وله. بترجاك لا تتركني جلال. بعدين هي ما انا فكرتي لحالي، انا عملتها بعد ما قلت لي عليها جيداء خانم، والا انا ما فهمت. لحظة، ليش انت امتى شفتيها لجيداء وحكيته؟ ليك قبل ما أطلع من الوكالة سحبتني على جنب، قالت لي جربي هالطريقة، حطي الفيديو على النت لنشوف شو رح يصير، وأنا قلت لحالي خليني جرب حظي. تمام دفنا، أنا رح أتصل فيكي، بنحكي بعدين. تمام، يلا بتصل فيكي. تمام تمام. ها لوين رايحة؟ بدي روح لعند بارش. لقيتوه يعني؟ ايه، ببقى بحكي لكم بعدين. طيب خبرينا شو بصير معك، لا تشغلينا بالنا. ايه بخبركم. تمام، بس ما اكون نسيت شيء. انتبهي على حالك. ايه تمام، موفقة، يلا باي باي. ها جيتوا بالوقت المناسب. تمام ابني، خير؟ شو صاير معه؟ ما فيني شي ماما، زحطت رجلي وقعت على الأرض. لا تكذب علي، طلع فيني. وينو بارش؟ لتكونوا تخانقتوا أنت وياه؟ لا، شو عم تحكي أنت أمي؟ على شو بدنا نتخانق؟ أنت عم تكذب، لا تكذب حيان. أوف ماما، تركيني بحالي، الله يوفقك تركيني. طيب وينو بارش؟ ليش ما أجا؟ ماما بارش كتير منيح، لا تاكلي همه أنت، هو بس محتاج يبقى لحاله فترة، بس يروق بيرجع. أنا طالع أعمل دوش وغير ثيابي، بعدين منحكي. ابني لا تجنني، والله العظيم ما بحط كل شي عملته على هالطاولة بزبالة. وينو بارش؟ قول فورا وينو. يا ربي يا ربي، دخيلك شو هاد؟ مو معقول. خير ان شاء الله، لوين؟ عندي شغل. شغل شو؟ مع مين؟ عندي مقابلة مع ممثل. الاسم؟ بارش هواس. بتعرفي منيح انه ما فيك تقابلي حبيبك خلال الدوام. جيداء خانم، بارش هواس ممثل عند لميس خانم، وحاليا انا عم تابعه. تعي معي. جيداء خانم، لازم روح. لساتك واقفة؟ تعي. امسكي هالسيناريو قريه وبعتي لي الملخص فورا، بس ما بدي يزيد عن نص صفحه. عفوا، بس بدك ياني اقراه هلا؟ طبعا، هي الامور اهم من حبيبك بكتير، ما فينا ناخرها. وقلبان وإيرين ما في داعي تتصلي فيهم بعد هلا. بس جيداء خانم، انا كنت عم اهتم باموره، وفي امور كتير معلقه ومانا منتهيه، شو بدنا نعمل فيها؟ انت قلتي يا كنتي تهتمي باموره، خلصي الامور اللي مو خالصه وبعدين انا موجوده. خلصيني، لا توقفي هيك، اقري بسرعه، ما في وقت بنوب. تمام. دجلة؟ نعم. الباب؟ تمام، عن إذنك. ليكي دجلة، إذا بدك شيء أنا بقدر أجي ساعدك. ليش أنت ما عندك شغل؟ عندي، بس إذا شغلك مستعجل بساعدك. مو مشكلة، أصلاً ما ضل عندي كتير، رح خلص. طيب تمام. أنا كنت حابة ساعدك بس حالياً مشغولة بالصور. خلص ما يهمني، قرب تخلص. كيف الوضع؟ شوفت عينك عم نشتغل سرحان بيك. ممتاز، بتعرفوا من زمان ما شفتكن هيك، كملوا شغلكم، يعطيكم العافية. شكراً لك.
سراج؟ لوين؟ خلص الدوام رايح على البيت. أنا هي أول مرة بسمع إنه بيشغلنا في عدد محدد لساعات الدوام. بالوكالة في برا ما في، وقت اللي بصير مشكلة مع ممثل بحلها. جيدة؟ لحظة، عم شوف أكتر مشهد حماسي. يا ترى جول سيدان رح تعرف إنه أم عم تتآمر عليها؟ كتير متحمسة. لا شو هالحكي، مو وقتها هلأ، بهيك لحظة بينحط الإعلان. كم دقيقة مدته هالإعلان؟ جيدة قال أنت حكيتي مع دفنة ونصحتيها ولهيك حطت العمل عنيت. إن شاء الله ما يستمر أكتر من هيك، لأني بسرعة بدوش. جيدة يمكن أنت شايفة إنه هالفكرة رائعة، بس للأسف هي مو هيك. يعني حتى لو إنه هالعمل رح ينعرض، اللي عملتي ما رح يرفع من قيمتها. في شيء مسلي أكتر على القنوات الثانية يا ترى؟ مثلا قناة فريدة أو سراج، شو رأيك اقلب على غير قناة مو أحسن؟ جيدة أنت ما بتعرفي بهذا الدومين، يمكن اللي عملتيه يكون أنقذ العمل هلأ، بس على المدى الطويل رح يخرب بيتنا نحن وكل شيء بخص إيجو. لو سمحتي لا بقى تعطي للممثلين هاي الأفكار الذهبية. عنجد قناة جلال مملة كتير، أنا قررت غيرها، بس إذا بتحب فيك تبقى تتابع لحالك، مو مشكلة. لك يا الله دخيلك، لك أنا شو عم بحكي وهي شو عم تجاوبني؟ لك شو وقعني بهالمصيبة أنا؟ شو هاد؟ سلام. أنت شو جابك؟ لا تعصبي لميس. كيف لقيتني؟ سألت واستفسرت وقدرت لقيكي بشكل من الأشكال. سرحان، أنت في مكان بالدنيا ما بتقدر توصل له؟ شو برأيك؟ لميس؟ والله هون كتير برد عليكي. ما بيصير شي. كيف يعني ما بيصير شي؟ المكان بارد مثل التلج. ما بيصير شي. جوعانة؟ أكلتي شي؟ أكلت. شو أكلتي؟ نقرشت شوي، مشي الحال. لميس ممكن تسطحي شوي؟ نامي هون لو سمحتي. ليش بدي نام يا روحي؟ طيب لا تنامي، بس تسطحي، ما بدي أي اعتراض. أوكي هيك منيح. أنتي هلأ رح ترتاحي وتنامي، إيه؟ أنا بدي كسر شوية حطب لحتى أشعل الشمونيه. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. ممتاز. لميس لا عاد تعملي هيك، ماشي؟ اوعك تعملي هيك، حطي ببالك ممنوع تروحي لأي مكان بدون ما تخبريني. سرحان أنا كان بدي أبقى لحالي، بدي فكر، يعني بدي فكر شو صار، كيف وصلنا لهون، شو ممكن يصير بعدين، يعني بدي رتب أفكاري. أنا عم بحكي مع خديجة خانم، يعني رح نلاقي اللي عمل هيك. وشو رح تفرق؟ أصلاً انكتب الخبر وانتشر والكل عم يحكي فيه، شو رح يتغير؟ أنت مشان هيك بدك تتركي إيجو ما هيك؟ تمام، جلال بفهمه عنده أسبابه لحتى يمشي، وأنت ما بدك تبقي معي بنفس المكان أكتر من هيك، مشان هيك وافقتي تروحي، مزبوط؟ لميس أنا ما في شي ماني مستعد أعمله كرمالكن أنتو. بدي هاكي تعرفي هذا الشيء كتير منيح، يعني إذا ممكن تكوني سعيدة وإذا وشك بتحك شوي صغيرة وإذا ما بتحبسي حالك بغرفة أو ببيت بهي الطريقة، أنا مستعد أعمل اللي بدك يا تمام؟
بس الله يخليك لا بقى تحرميني من وجودك. أنا لما أخذت إيجو ما كنت عارفان شو ممكن يصير معي، وحتى ما كنت متخيل إنه الأمور توصل لهي الدرجة. بس صدقيني هذا كله ما بيأثر، ما بيغير شي من اللي عشناه، ولهيك أنا ماني ندمان أبدا. قولي ترك هلا بترك. مشان هيك حضرتك جبت جيداء على الوكالة؟ لا أبدا، مو مشان هيك جبت جيداء على الوكالة، جبت مشان تتحسن أمور الشغل شوي. بس إذا قلتيلي اترك، إذا قلتيلي خلينا نروح، ما بتردد ثانية واحدة. أنا مستعد إني روح معك على المكان اللي بدك إياه. أنتوا خليكن جنبي وما بدي أي شيء تاني. أنا متأكدة إنه بالك ما أنا مشغول علي أبداً، مع هيك خليني أقول لك أنا طلعت من حياتكم، أصلاً ما حدا منكم مهتم بأمري. ألف مبروك، بتمنى لك السعادة أنت وبنتك. بيه دجلة شو صار؟ هلا حتى قدرت اطلع حيان، ولكني على الطريق. ان شاء الله يكون لسه هونيك. ايه لساته هونيك، الشباب من شوي خبروني. ايه تمام منيح، شوف اول ما حاكي فورا بدق لك وبخبرك. انا عم سوق رح سكر. يا رب ما كنت اتاخرت. Thank you.
صاحبي الحقيقي مات من لما كنت صغيرة. أنا كمان بنتك. سراج بيك. سراج بيك يا ناس، يا ناس حدا يجي يساعدني. سراج بيك رجاء فتح عيونك. سراج بيك فتح عيونك الله يخليك. شو هالحكي؟ بارش حواس، تفضل. شكراً كتير إلكن. بحب أشكر كل اللي ساهم بتصوير هذا الفيلم، كل أصدقائي بالعمل كان. يا ابني على مهلك، هلأ الجيران بينزعجوا من الأصوات. ما بيصير شي يا ماما، لا تكليهم، يلا كمل. وأكتر شي بحب أشكر ماما وأخي الكبير لأنهم هن اللي دعموني كتير. وآخر شي أنا بحب بارك لحالي، وأنا متأكد 100% إنه في أيام حلوة ناطرتني رح تكون كلها نجاح. شوفي فهمنا. انت كيف بتعمل فيني هيك؟ شلون هيك فجأة بتختفي وبتروح؟ بتعرف اني كنت رح موت؟ كنت رح موت من خوفي عليك يكون صاير لك شي. كم يوم اللي عم بركض وراك؟ اللي كم يوم عم موت وانت مختفي وما عندك علم شو عم يصير فيني. احكي جاوبني، لا تضل ساكت. لك قول اي شي بارش. لك ما تجاوبني، ليش ساكت؟ جاوبني، هيك رح نضل انا وياك؟ اللي هيك رح نكمل؟ لك شو صار لك؟ احكي بس اللي انت بتعرف شو عم يصير معي. رغم كل الظروف يلي عم بمرق فيها ما حملت حالي ورحت مثلك، ما تركت العالم يلي بحبهم ومشيت. مو قلت لي رح نحارب مع بعض؟ مو على أساس رح تبقى جنبي؟ مع مين عم بحكي؟ ليش ساكت؟ شو صار لك؟ لك قول شي.